بدل ما هنقول الكورة فين، لازم نقول هي الجماهير فين. امبارح طبعا كلنا شفنا مباراة مصر وغينيا اللي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 1-0، وأول مباراة له في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وأول مباراة للمنتخب المصري بقيادة كابتن إيهاب جلال. طيب امبارح كان مسموح بحضور 40,000 من الجمهور في استاد القاهرة. للأسف للأسف في تقديري أنا الشخصي إن اللي كانوا حاضرين تقريبا يعني ما يزيدوش عن 10,000. إيه اللي حصل؟ وهل وإيه أسباب إن الناس ما راحتش علشان تحضر مباراة زي دي؟ ويا ترى ده كان مفاجأة بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأ؟ طيب خلينا نبدأ بقصة هل كان مفاجأة ولا لأ؟ لا ما كانش مفاجأة تمام. بدليل البوست اللي نزل على صفحة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على الفيسبوك تقريبا تاني يوم ما تم طرح التذاكر على طول، وكان في تشجيع للناس على انها تروح وتحضر الماتشات، وانا اعتقد ان دي اول مرة تحصل. بنشوف حملات دعائية وبنشوف حملات اعلانية ان الناس بتروح وتشجع والكلام ده، ولكن اول مرة يحصل ان الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة تنزل بوست زي ده. فده كان تنبيه عن ان مفيش حضور كبير جاي المباراة ومفيش اقبال على شراء التذاكر. طيب ايه المشكلة اللي خلت الناس ان هي ما تحضرش اللقاء؟ في مشكلتين اساسيتين. اول مشكلة الاحباط طبعا عند بعض الجماهير من بعد طبعا خسارة نهائي كاس الامم الافريقية، ومن بعدها عدم التأهل لكاس العالم، كل ده وتراجع في اداء المنتخب، كل ده اكيد كان عامل حالة من الاحباط بعد ما كنا شايفين ان كان في التفاف كبير جدا حوالين المنتخب في نهائي كاس يعني في بطولة كاس الامم الافريقية، ومن بعدها في الماتشين الخاصين بالتأهل لكاس العالم. تاني سبب لان بعض جماهير الكرة المصرية شايفين ان اتحاد الكرة المصري ما بياخدش اي قرارات دفاعا عن الاندية المصرية، وما بيحاولش ان يكون له اي تواجد فعلي في حاجة او في موقف معين. وخلينا نتكلم ونقول بالاخص في مشكلة النادي الاهلي الاخيرة مع الاتحاد الافريقي، فاعتقد ان اتحاد الكورة محتاج في الفترة اللي جاية ان هو يسمع للجماهير شوية. محتاجين يا جماعة نسمع الجماهير شوية ونشوف ايه المشكلة عند الجماهير. ما ينفعش ان انا اعزل نفسي ويبقى عندي حالة من الانكار سواء عند الاعلاميين الرياضيين او عند المسؤولين عن الرياضة، واقول والله انا مش عارف ايه المشكله بالظبط، ومش يمكن عشان ماتش في البدايه ومش عارف ايه فعشان كده الناس ما جاتش. لا مش ده جمهور الكره المصري. جمهور الكره المصري حط له ماتش للمنتخب وافتح الاستاد ان شاء الله بسعه مليون، هيجي لك المليون وانت مطمن ومغمض. طيب تاني نقطه حابه ان انا اتكلم عليها هي نقطه تكريم محمد صلاح. انا واحده من الناس اللي بدعم محمد صلاح جدا، وكنت شايفة ان في الوقت اللي احنا فيه ده لازم يحصل ويتم تكريم لمحمد صلاح، وقلت حتى ان يا ريت بما ان ما حصلش تكريم له يا جماعة في المطار وما جهزناش تكريم، طب على الاقل نعمل تكريم قبل مباراة غينيا. المهم انا كنت متواجدة امبارح في الاستاد لان انا كنت شايفة ان المرحلة اللي جاية هي مرحلة انتقالية بالنسبة لمنتخبنا الوطني، ويا هنطلع من اللي احنا فيه ده يعني ان شاء الله ونحقق انجاز، يا هنتراجع لورا زياده، فالمرحله اللي جايه حقيقي محتاجه دعم الجمهور. رحت امبارح معرفش طبعا ان في تكريم او اي حاجه لمحمد صلاح لان ما تمش الاعلان عنه غير قبل المباراه. المهم واحنا قاعدين فشفت على المواقع ان هيتم عمل تكريم لمحمد صلاح في الملعب. ماشي انبسطت جدا طبعا وكنت في يعني في غايه الانبساط، ولكن الانبساط ده بصراحة كان لحد ما قريت الخبر بس، يعني هو مفضلش اكتر من كده، لان التكريم بصراحة كان من اسوأ ما يكون واقل كتير جدا يا جماعة من اللي احنا نقدر ننظمه او من اللي احنا نقدر نعمله. انا مش بتكلم على فكرة فان ازاي ان انت تعمل احتفال كبير واحتفال مبهر، لا لا بالعكس خالص، انك تعمل احتفال بسيط بس يكون له شكل ويكون منظم بس. انا هم دول الثلاث نقط اللي انا بتكلم فيهم. طيب بعد ما
قريت ده ماشي. فضلنا قاعدين مستنيين، الاول نزلوا البنات والولاد الصغيرين اللي عملوا الممر الشرفي لمحمد صلاح، فهم نزلوا الاول ماشي. فضلنا قاعدين بعدها بشويه، يمكن بعدها بربع ساعه ولا حاجه، لسه بقى ايه يعني، لقينا حد بس كده خارج، فقلنا بس اكيد محمد صلاح. لسه بقول هي، لقيت ان لا، اللي خارجين حراس المرمى لمنتخبنا الوطني خارجين للتسخين ماشي. شويه ولقينا مفيش يعني، بعدهم على طول بدقيقتين ثلاثه لقينا حد تاني نازل برضو. لسه بقول هي، لقيت لاعبي منتخب غينيا نازلين بيسخنوا. طب ايه يا جماعه؟ مفيش بقى بعدها على طول يعني، بعدها بتلات اربع دقايق كده لقينا لاعبي منتخب مصر نازلين ومعاهم محمد صلاح وبيمر من الممر الشرفي. فطبعا تخيل كده معايا، انت المنتخب الغيني بيسخن واللعيبه عندك بتسخن، وفي وسط كل ده بقى في النص يعني، وفي وسط ده في النص محمد صلاح بيتكرر. انا اسفه يا جماعه بس حاجه في منتهى الهرجله يعني. انا شفت تصريح اتقال ان اصل معلش يا جماعه والله اصل مراقب المباراه جه قال لنا ان يا دوب خلاص الميعاد علشان التسخين، فمش هينفع، فعملنا كل حاجه بسرعه. هو هل ميعاد التسخين ده سر يعني؟ هل محدش عارفه فاحنا معرفناش نعمل حسابنا ولا ايه بالظبط يعني؟ دي نقطه انا مش فاهماها. فطبعا منظر مشتت جدا يعني، انت اللعيبه خلاص بتسخن ويا دوب انت حاطط التكريم لمحمد صلاح كده في النص، بوجود طبعا سياده الوزير اشرف صبحي ووجود استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، وادوله الجائزه الخزعبليه اللي احنا شفناها دي، مع مش عارفه دي كلها ده سحريه ولا ده ايه بالظبط يعني، مش عارفه دي عباره عن ايه برضو بالظبط. ومفيش بعدها على طول طبعا محمد صلاح، لانه لاعب محترف ولاعب عارف ان خلاص ده ميعاد اصلا التسخين، الراجل يا دوب بقى بيسلم وبيجري بسرعه عشان عايز يلحق يروح يسخن. فلا يا جماعه، لا احنا ممكن تعمل مشهد بشكل تاني خالص وبرده في منتهى البساطه، ولكن في نوع من التنظيم يعني. كنت اتمنى ان يكون في احترافيه في شكل الاحتفال اكتر من كده. خلي بالك انت مش مجرد يا جماعه انك بتعمل حدث على المستوى المصري يعني، انت بتعمل حدث بتتناقله كل وسائل الاعلام العالميه، لان ده محمد صلاح. وانت بقيمتك كاتحاد كوره مصري وككوره مصريه كان لازم تعمل حاجه تليق بقيمتك لما تتعرض في الصحافة العالمية وتليق بقيمة محمد صلاح. انا ما اعتقدش ان في اي حد او يعني اي جريء اي صحيفة او اي موقع اجنبي تناقل حاجة من الاحتفال، لان زي ما بقول لكم الاحتفال كان حاجة هامشية كده، اللي هو ايه لمجرد بس ايه زي ما بيقولوا يعني تأدية واجب. اتحاد الكرة لقى ان الناس كلها قايمة عليه وبتتكلم في ان ازاي ما يتعملش احتفال لمحمد صلاح وبتاع، فقال لك ايه يلا ايه نعمل كده اي حاجه. بس والله العظيم انت لو جبت بس كوادر بس حتى شبابيه وطلبت منهم في يومين او في ثلاث ايام ان هم ينظموا احتفال شكله حلو يعني، يبقى شكله كويس كده، الناس هتعمله افضل من الشكل اللي احنا شفناه امبارح ده. اخر نقطه حابه ان انا اتكلم فيها عتابي على كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال انا عارفه ان هو عارف كويس قوي ان في جماهير كره مصريه كتيره جدا كانوا معترضين على تعيينه كمدير فني للمنتخب المصري، وانا مش هنكر انا واحده من الناس دول، ولكن خلينا نتعامل مع الموضوع كامر واقع. حضرتك دلوقتي متولي القيادة، واحنا قلنا ان احنا هندعم المنتخب المصري بالتأكيد في الفترة اللي جاية، ولكن كنت اتمنى ان حضرتك تيجي تحيي الجمهور امبارح يعني. كنت اتمنى ان انا اشوف حضرتك جاي تحيي الجمهور امبارح. جمهور على فكرة يا جماعة امبارح حيا كل اللعيبة
بلا استثناء. يعني دي حاجة بصراحة أنا عايزة أشيد بيها امبارح. كل اللعيبة امبارح عصام كابتن عصام الحضري على طول الناس نادت عليه أول ما نزل أصلا، يعني وكأنه هو اللي هيقف جون. أبو جبل على طول بعدها، والأهلاوية قبل الزملكاوية كمان، ومحمد صبحي، محمود جاد، كل اللعيبة امبارح، كل اللعيبة امبارح، محمد مجدي، أفشة، زيزو، طبعا طبعا محمد صلاح، النني، مهند لاشين، محمود علاء، كل اللعيبة، عمر كمال عبد الواحد، كل اللعيبة. أنا خلي بالك بقول لك البدلاء عشان أقول لك إن الناس حيت الأساسيين والبدلاء الاتنين. فكان نفسي إن كابتن إيهاب جلال حتى لو مش قبل المباراة، حتى لو بعد المباراة، كان جه يعني بعد ما خلاص بقى حضرتك خلاص طمنت إن أنت كسبت وخدت الـ3 نقط، كان ممكن بعد المباراة حتى جه وحيى الجمهور، وانا متأكدة ان الجمهور كان هيحييه لو هو بس كان جه للناس. فلازم حضرتك تعمل حالة زي ما بيقولوا، يعني إزالة اي حواجز ما بينك وما بين الجمهور، يعني رأي شخصي تماما. بس كابتن إيهاب جلال عمره ما هينجح لو علاقته وحشة بالجمهور، فلازم ان كان يبقى فيه مجهود شوية منك انك تحاول مع الجمهور، وكانت هتبقى لفتة كويسة ان حضرتك تيجي وتحيي الجمهور بعد اللقاء، حتى بلاش قبل اللقاء، ولكن بعد اللقاء وبعد ضمان الـ3 نقط كانت هتبقى لفتة جميلة من حضرتك. حاجة من الحاجات برضو اللي كانت جميلة امبارح في اللقاء هي تحية الجمهور لأحمد عاطف. امبارح أحمد عاطف خد تحية كبيرة جدا من الجمهور، ودي حاجة عايزة أشيد بيها، لأن طبعا أحمد عاطف أول مرة ينضم للمنتخب المصري، منضم جديد، وطبعا بيبقى فيه رهبة كده عند اللاعب وهو لسه جديد، ولكن الناس جماهير امبارح نادت عليه أكتر من مرة كمان، وهو راح وحيا الجماهير كلها. يقول لي طيب مش هنتكلم فنيا بقى في الماتش؟ لا، هقول لك مش هنتكلم فنيا في الماتش، لأن المستوى ما كانش افضل حاجه، محدش كان مبسوط اكيد من مستوى المنتخب امبارح، مستوى المنتخب ما زال متراجع. ما اقدرش ان انا احمل كابتن ايهاب جلال المسؤوليه كامله في قصه المستوى ده دلوقتي. خلينا نشوف الاول الماتش اللي جاي للمنتخب مصر قدام منتخب اثيوبيا، بعدها ممكن نبدا نقيم الامور. ولكن اللي نقدر نقوله مبروك الـ3 نقط، يعني الـ3 نقط اعتقد ان هم مهمين جدا في بدايتك في التصفيات الخاصه بكاس الامم الافريقيه، مهمين جدا بالنسبه لكابتن ايهاب جلال، هيدوله برضو جزء من الدعم لمشواره اللي جاي.